ليدرز. سيد فاضل عبد الكافي، مدير عام شركة تونسية للأوراق المالية تونيزي فالور، وأحد الفاعلين البارزين في السوق المالية التونسية. أهلا وسهلا بكم في ليدرز. نغتنم فرصة وجودك بيننا اليوم لنطرح سؤال أول: كيف تقيم وضع البورصة في بداية السنة الجديدة؟ أولا شكرا على الاستضافة. لتقييم سنة 2016، ماذا بيا نرجع كلمتين على سنة 2015. سنة 2015 المؤشر أسعار كان مرتفع ب 13.5% إلى غاية جوان 2015، وبعد الأسف الشديد بعد ضربة سوسة وفينا العام تقريب إلا 1%، يعني خسرنا اللي ربحناه الكل على السداسية الأولى وخسرناه في الآخر العام، وهذا معقول في أي بورصات في العالم، يعني كتصير ضربة أو رجة من نوع هذه. يعني 13 نقطة في 13 نقطة في أقل من 14، خاطر احنا من الأول شد روحه شوية المؤشر الأسعار وبعد نزل بصفة كبيرة. كيف كيف في التداول، يعني التداول اليومي في بورصة تونس تقريب 8 مليون دينار، اللي هو مش رقم، يعني ولو تحسن على 2014 ولكن مش رقم ممتاز ومش رقم يعني اللي عاشته قبل بورصة تونس. من جهة إدراجات في البورصة بعد سنوات، وين عشنا سنة 2012 مثلا عشنا 12 إدراج في سنة واحدة، تقريب إدراج كل شهر في البورصة. سنة 2015 بورصة تونس عاشت زوز إدراجات، إدراج شركة UADH اللي هي كانت شركة كبيرة، وشركة ثانية دخلت على السوق البديل. شنو هي الشركة بالضبط؟ كان أوفيس بلاست. ما هي مساهمة السوق المالية في تمويل الاقتصاد التونسي؟ الكل يعلم أن السوق المالية والبورصة عندها دور كبير في الإسهام في دفع الاقتصاد، خاصة وأن الوضع الاقتصادي الآن وضع دقيق وصعب، ولا فائدة في ذكر الأرقام، الأرقام معروفة. النسبة ضعيفة بصفة كبيرة. اليوم على الثلاث سنوات اللي فاتت تقريبا النسبة كانت بين 7 و 8% من تمويل الاقتصاد التونسي. القائل يقول 92% شكون يمول فيهم؟ يمول فيهم الجهاز البنكي والشركات الإيجار المالي. لهذا قاعدين نقولوا احنا اللي اليوم الاقتصاد التونسي اقتصاد قاعد يتمول بالتداين، التداين الكبير من الشركات للجهاز البنكي. والفكرة اللي نحاولوا احنا نعرفوا بها أكثر وأكثر للناس اللي ساهرين على سير الحكومة، وكذلك الناس المتدخلين في السوق المستثمرين، اللي البورصة بصفة عامة أو الأسواق المالية هي أولاً مرفق وطني، مهي شركة خاصة ومهي شركة تنتمي ولا يملكها ناس، هي مرفق وطني. المرفق الوطني هذا مكان نجم يكون فيه تمويل الشركات التونسية. التمويل هذا مش باش يكون عن طريق التداين، باش يكون عن طريق اللي احنا نسميهم الموارد الذاتية، اللي فون بروبر. الموارد الذاتية هذوما اللي تنقص للأسف الشديد، يعني الشركات التونسية اللي هي أكثرها شركات عائلية وشركات ما عندهاش رأس مال كبير وشركات متداينة. هذا الكل كي تخزر له بصفة عامة، يعني تلقى اللي بورصة تونس والأسواق المالية في تونس ما تمول إلا في 7 إلى 8% من جملة الاستثمار كل سنة، وهذا رقم ضئيل للغاية. نزيد على ذلك 78 شركة مدرجة في البورصة، احنا نعتبره لبورصة تونس توصل 350-450 شركة مدرجة. ثالث حاجة كي ترى الرسمة المالية الكل، قداش يوصل رقم المعاملات؟ رقم المعاملات كما قلت لك يعني بين 6-8 مليون دينار يومين، اللي هو رقم مش زاد عالي كبير. نزيد على ذلك يعني كتوصل، عفوا لو تدخل الشركات هذو بالبورصة شنو رقم المعاملات؟ ينجم يوصل عشرات الملايين دينار في اليوم، يعني كما أي بورصة حتى قريبة من تونس. أنا كي نقارن البورصات راه مانيش نقارن في بورصة تونس ببورصات أوروبية أو أمريكية، يعني متقدمة ونجم نقارنوها بالعالم العربي في محيطنا القريب. محيطنا القريب يعني ترى المغرب الأقصى، ترى أشقائنا في مصر، ترى أشقائنا في الخليج العربي، يعني هذوما ناس بورصاتهم متطورة من جهة التداول، من إدراجات، من عمليات في البورصة أكثر برشا من البورصة. ولكن هذه فيها زادة يعني نية الحكومات هذه أو إرادة سياسية كبيرة باش يقوموا بالعمليات هذه، خاطر ما تنجمش تصير. هي مش حكاية أعمل قوانين وأعمل بورصة وأعمل نظام تداول وأعطي رخص الوسطاء في البورصة وتخلق بورصة، لا، هذا الكل أساسي، سي اون كونديسيون نيسيسير، ولكن ماهيش كافية. لازم بعد فما تحط سياسات وتقول قداش انا كيفاش نشجع الشركات الخاصه باش يدخلوا، كيفاش نشجع الشركات الوطنيه باش ادراجها في البورصه،
هي مش عيب راهو احنا هذه كلمه الخصخصه ولات يعني كانها كلمه كبيره الخصخصه فما خصخصه من خصخصه يعني تنجم تصير عمليه خصخصه ولكن تاخذ بعين الاعتبار اول نقطه هي النقطه الاجتماعيه وهذه قاموا بها الحكومات القديمه في تونس احنا ما نبعنا الاسمنت التونسي الاسمنت التونسي الحكومات في الوقت هذاك قروا اللي بيع الاسمنت يصير ولكن يصير الاسعار ما تحركش وثاني حاجه الموضوع الاجتماعي يعني ما يصيرش طرد الناس وطرد تعسفي وبالعكس الشركات هذه كبرت وفي من جهه البيئه استثمرت باش تنقص الامور البيئيه في المعامل التونسيه وزادت دخلت ناس تخدم واليوم 15 سنه بعد نجموا نعتبروا اللي العمليه هذه كانت عمليه ممتازه للدوله التونسيه الدوله مش لازم تسير كل الشركات وكي نقولوا ادراج شركه وطنيه في البورصه ممكن ما يصيرش تفويت في راس المال كل نجم تفويت يعني ب 10 20 30% ونجم الدوله تكمل تسير ولكن الدوله نجم تضخ اموال ذاتيه اكثر والشركات هذوما تعرف سيادتك اللي حاشتها باموال ذاتيه اكثرها من الدين ومن الدين من عند الدوله احنا كي نقولوا العاجز ميزانيه الدوله ب 6 او 7 او 8 الله اعلم قداه كل واحد شي يحكي مليار في المئة انا نحكي ولكن كي تزيد عليها هذه ماناش قاعدين نزيدوا عليها العجز في الشركات الوطنيه واضخم الشركات الوطنيه من غير ما نسميهم شكون يعني في رايك المشاكل مش مشاكل هيكليه ما دام فما نصوص قانونيه ولا مرتبطه بالوضع الاقتصادي بل هي بالاساس قضيه اراده سياسيه انا هذا رايي هذا رايي خاطر اليوم نقول ونعاود يعني التباين كبير بين البنيه التحتيه نتاع السوق التونسيه البنيه التحتيه القانونيه البنيه التحتيه التقنيه معنا لازم الكل باش يكون عندنا سوق ماليه متطور سوق مالي متطور ولكن لازم بعد هذا فما اراده سياسيه لتعديل بعض قوانين ل يعني تكثيف الادراجات لتشجيع الادراجات في البورصه خاطر البورصه نحكيت على ضخ موارد ذاتيه ولكن فما استمراريه الشركات العائليه هذه نعرفوا قضيه تسيير العائله للشركات يعني هذوما الاحصائيات في العالم ما فماش يعني عام قطع نواد فما احصائيات في العالم يقولوا اللي ثلاثه ولا اربع جيل من المسيرين ممكن الشركه تندثر يقعدوا 5% من الشركات فقط في العالم نجم تعيش للثالث أو رابع جيل من المسيرين من العائلة الحل اللي لقاوها في العالم أجمع في أوروبا وفي أمريكا وفي آسيا هو إدراج الشركات هذه للاستمرارية متاعهم وبشي غدوة بعد وقت كبير بتاتر نصير فرق بين اللي يملك الشركة واللي يسير الشركة يا أخي مش لازم اللي يسير اللي يملك الشركة هو يسيرها في العالم اليوم شركات ضخمة كما شركة فيات مثلا مش عائلة تانية اللي هي اللي يسير فيها فما يجيبوا إطار اللي هم يعديوه ويحاولوا يفهموا شنو تاريخه وشنو الخصال متاعه وهو يسير الشركة في بلاستهم يعني هذا ما نجم يصير إلا عن طريق الإدراج وإن عن طريق الاكتتاب العام خاطر كي تصير اكتتاب عام في شركة الشركة هذيك لازمها تصرح بأرقامها الشركة هذيك تحت رقابة هيئة السوق المالية تحت رقابة صحفيين مختصين تحت رقابة محللين ماليين هي بيدها تتنظم وحتى على النقطة الكبيرة الناس كلها تحكي عليها في تونس النظام متاعها والشفافية في المعاملات تتحسن وفي آخر مطاف اللي يكون نجم منتفع من هذا هو الأداءات متاعها ترتفع أنا قناعتي اللي شركة مدرجة باش تكون عندها شفافية أكثر من شركة غير مدرجة خطر الشركة غير مدرجة نجم تكون بين 4 و5 أشخاص في عائلة واحدة وعائلتين غدوة كتوري عندك أنت قدامك عموم وقدامك جلسة عامة فيها العموم وفيها اكتتاب عام ما تتصرفش بنفس الطريقة وهذا شيء إنساني يعني مش خاص بتونس أو خاص بالسوق التونسية هذا نوجدوه في أي بلاصة في العالم لا ترى أن القضية قضية بيداغوجيا يعني ممكن العديد من المؤسسات تجهل ويخفى عليها كل ما ذكرته فيما يخص فوائد الإدراج بالبورصة والله كلامك صحيح وإحنا منذ سنوات يعني كبورصة تونس كجمعية وسطاء البورصة كأحنا وسطاء في البورصة يعني بذلين جهد ولكن جهدنا إحنا محدود وإحنا صوتنا محدود وممكن كلمتنا ما تتسمعش كما ناس أخرين اليوم كي تغزر للتنظيم الاقتصاد في تونس نعود نقول التنظيم هو مديونية اللي تجيه فكرة يخمم على باش يمشي البنكاجي ما يخممش سوق مالي اللي ينجح في عمليته بعد 20 سنة تسير ما يخممش يقول أنا ندخل الشركة متاعي باش ننقص من الديون
ونولي حريف ممتاز للبنك أولا، وثانيا نعطي لأولادي قيمة سوقية باش اللي حاب يقعد يقعد، واللي حاب يبيع هوك عنده سعر سوق مش سعر مختص، خاطر ماك تعرف الاختصاص الأمور هذه كل واحد يعطي السعر اللي حاب عليه، فما سعر في السوق ينجم يبيع به ويشري. وهذوما بعض العائلات اللي دخلوا واللي شجعوا بورصة تونس، مجمع بولينا، مجمع بياحي، مجمع مزابي، مجمع سي منصف سلامي وغيرهم، يعني هذوما الناس دخلوا زادا في نية تنظيم الأمور متاع استمرارية الشركة وترانسميسيون دو باتريمون، وهذا كل إن شاء الله. ولكن بعد هذا لازم تعطي أنت انتفاعات باش الناس تمشي، باش لازم تشجعهم، لازم الدولة تشجع زادا كشركاتها هي بيدها الإدراج البورصة، لازم تكون يعني اليوم كي احنا نعرفوا اللي تمويل عبر السوق المالية إلا 7% تقريب ولا 8%، هذا رقم يعني تنجم توصلوا ل 25% 30%. ما قلتش نريو احنا تمويل الاقتصاد كل بشي مر عبر السوق، ولكن حتى ربع التمويل هذا نجم يصير كان احنا نحطوا سياسات واضحة. قضية تداول الرقاع الخزينة القابلة للتنظير في بورصة تونس، يعني هذيك تحرك تعطي ديناميكية جديدة للتداول على المديونية التونسية. لازم الناس تعرف زاد السوق المالية تمول في خزينة الدولة، اليوم القروض بالدينار التونسي بيان سور مش بالعملة الصعبة، فما 40 أو 45% منهم شارينهم يعني صناديق استثمارية تونسية مسيرينهم في تونس، واللي هما مرتبطين بالسوق المالية، خاطر كل شهر الدولة التونسية تقوم بعملية اقتراض من السوق الداخلية، فما بنوك تشارك، فما مؤسسات مالية تشارك، فما شركة تأمين تشارك، ولكن كذلك القسط الكبير يشاركوا فيه صناديق الاستثمار التونسية، وهذا مرتبطين بالسوق المالية، هذا برشا ناس ما يعرفوش. ولهذا يعني فما منفعة كما تفضلت سيادتك، يعني عنا نقص في البيداغوجية، عنا نقص في التعريف بالسوق، ولكن احنا نعتبره قاعدين نعمله في اللي نجمه. ولكن نرجع ونقول اللي يحكم هي الإرادة السياسية، أنا ما نجمش نجي نجبر سياسة الدولة، يعني كي ترى قانون الميزانية مثلا تاع تونس، قانون المالية اللي 2014 و13 و15 و16 وهو 16 خرج وممكن 17 و18، يعني شو واش تقال على السوق المالية، شو ما بدلنا في السوق المالية، شو الأفكار الجدد اللي وقت العالم قاعد يتبدل، يعني اليوم بورصة تونس تعرف يملكوها وسطاء في البورصة، الفكرة هذه ماشية وتندثر في العالم، يعني الفكرة ماشية تندثر عليها باش الناس تفسر اللي مفهمش بورصة للوسطاء في البورصة وبنوك للبنكاجية، لا البورصة مرفق وطني، مرفق وطني لأن ملكو أنا ملكو غيني، هذيك عطيتو الدولة للوسطاء البورصة، وكي نفتحوا احنا رأس ماله كما الإخوان في المغرب الأقصى عملوها يعني الأسبوع الماضي، نجم تدخل شركة تأمين فيه، تدخل بنوك وتدخل حتى مستثمرين أجانب، يعني اليوم نعرفوا اللي بورصة كازابلانكا قاعدة تتفاوض مع لندن ستوك إكشانج اللي هي بورصة لندن، يعني هذا الكل باش يعطي جلب رؤوس اموال اجنبيه، ونحن اقتصادنا في حاجه الى هذا اليوم، شيء اكيد. يعني احنا كلمه برك على الاستثمار الخارجي في عام صعيب كما عام 2015، الاستثمار الخارجي نهز تقريبا 460 مليون دينار على بورصه تونس، برشا ناس ما تعرفوش هذا، وخرجوا ب 160 مليون دينار وقعدوا النات نتاعهم 300 ولا 350 مليون دينار، اكثروا صار على شركه اس اف بي تي، خاطر الحكومه اللي سبقت الحكومه هذه رخصت لفتح راس مال شركة هذه الـ SFBT لأكثر من 50% للأجانب، وإحنا مشينا وروجنا الشركة هذه في العالم، وجاءوا مستثمرين أجانب وانتفعت بها بنك قومي اللي هو بنك الفلاحي التونسي اللي باع جزء من اللي عنده في الشركة هذه باش يعاود إعادة ارتفاع في رأس المال البنك الفلاحي، البنك الوطني الفلاحي. هذه الكل كان ما فماش، نعاود نقول سمحني كان كثرت على الكلمة هذه، يعني ما فماش إرادة سياسية واضحة على وين حبوا نمشيوا، شنو هو البرنامج، ما نجمش يعني كل عام كل عام وقصته ما نعرفوش، يعني 2016 بكل يعني امانه مش نجم نقول على 2016، نقول على اقل تقدير ان شاء الله يكون كيف 2015 مش اتعس، خاطر عندي حتى حاجه جديده اللي ممكن تبدل وجهه اللي باش يصير في السوق الماليه التونسيه. نحكي على السوق الماليه وكذلك نحكي على الامور الاقتصاديه، خاطر اليوم زاد لازم نستعرف اللي ميزانية الدولة تطلع من 18 مليار 30 مليار في 4 ولا 5 سنوات، راه لازم فيها يعني أمور، فيها عجز مالي، فيها عجز ميزانية، فيها عجز الدفعات التونسية، فيها برشا أشياء اللي ممكن السوق المالية تلقى تكون من الحلول، مانيش قاعد أنا نحكي ونقول السوق المالية هي الحل الوحيد، هي تكون من الحلول اللي نجم واحد يبرمجها في حكومة.
ترى أن الحل ممكن الحلول الممكنة هو المزيد الانفتاح على رؤوس الأموال الأجنبية باش يعني تدخل في رأس المال بتاع الشركات التونسية. هذا في تقديرك يعني حل من الحلول؟ أنا في تقديري هذا حل من الحلول. للتذكير احنا بورصة تونس هي آخر بورصة عربية غير مفتوحة تماما للأجانب. بورصة تونس غير مفتوحة للأجانب بقوانين عام 60 وعام 70 وعام 80. بورصة تونس قعدنا في تخيل اللي الأجانب باش يجيوا باش يضاربوا على العملة وباش يضاربوا على البورصة. الأجانب كان باش يجيوا وهذا عندهم الإحصائيات، يعني الناس اللي مهتمين بهذا يقعدوا 7 و8 و10 سنين مستثمرين على شركة. الأجانب اللي جاوا لتونس احنا معناش منهم مستثمرين في تونس، مستثمرين يعني محليين يتصرفوا. يعني انا كي قلت لك شركة السيفبتي دخلوا فيها المستثمرين الأجانب، يا اخي هاو فما مستثمرين تونس ما شروهاش، هي وغيرها مانيش نحكي عليها هي سبيسيفيكمون. هذا الكل الواش باش نقولوا اليوم يعني كمش نقعدوا مثلا نقولوا ما نجمش عبد يستثمر في الديستريبيوشن في تونس خاطر فما قانون عام 60 في حكومة سي أحمد بن صالح. ممكن في وقته كان معقول قانون هذاك وما في حد شيء يعني مانيش، ولكن يعني ما نجموش زاد نقعدوا نعيشوا بقوانين شيء تعمل عام 60 وشيء تعمل عام 70 وشيء تعمل عام 80 ونقعدوا بك الأفكار اللي هما ولو كيما دي دوغم بورصة لوش تصلح وعلاش وهذيك تضارب ومضاربة وهذيك رؤوس أموال بين بعضهم فاهمين. لا هي البورصة مرفق وطني موجود لتمويل الشركات التونسية. التمويل هذا نجم يكون داخلي ونجم كذلك يكون خارجي، ولكن لازم نسهله على الأجانب دخول تونس وخروج. أكثر من هذا الحكومة اللي كان فيها سيريدا شلغومة وزير المالية يعني قررنا فقرر هو اللي باش ندخلوا أداءات على الأجانب، والأجانب اللي يشري ويبيع قبل عامين احنا ناخذوا له عليه أداءات كبيرة 35%. يعني هذا كل احنا حمينا تونس من المضاربة هذه الأجنبية، ولكن اليوم السؤال علاش تونس مازالت ما فتحتش سوقها المالية للاستثمار الأجنبي اللي هو باش يساعد الاستثمار المحلي. هل تحدثت مع مسؤولين حول هذا الموضوع؟ يعني ما هو ردهم على الطرح اللي تفضلت بيه؟ والله شوف انا مسؤولين حصل لي جوني فرص وحصل لي شرف باش تحدثت مع بعض المسؤولين في الدولة كوزير الأول او الوزير المالية ومحافظ سيد محافظ البنك المركزي ولا وزراء يعني في الحكومات. احنا زي بتعرف اللي تونس عاشت 7 و8 حكومات، ما عادش نحسب انا يعني في ظرف 4 5 سنوات يعني ماك تعرف زي الامور هذه استقرار ان شاء الله يصير طول استقرار، ولكن في الامور هذه كي تحكي مع عبد نجم تقنعه ونجم العبد هذاك يعاود يمشي. وانا كنت زي كلفت من الاخوان وسطاء في البورصه باش نترأس البورصه منذ 3 سنوات يعني لمده 3 سنوات، والان خرجت من رئاسة البورصة. كانت ليا فرصة في عملنا حتى معارض البورصة تونس منهم انفيستيا واستدعينا رئيس الحكومة في الوقت ذلك كان سي حمادي جبالي، والانفيستيا الثاني جاء سيد وزير المالية اللي هو سي حكيم بن حمودة، والناس هذوما في علمهم يعني بوضع السوق وفي علمهم بمشاكلنا. اسكو فما لقاوش وقت باش يتلهوا به؟ اسكو ماهيش محطوطة في البريوريتي نتاعهم يعني في الأولويات نتاع الحكومات هذه؟ هذوما هما يجاوبوا عليه، انا ما نجاوبش عليه. انا خدمتي الوحيده ممكن نعرف باللي نجم نعرفه، وممكن فما شيء من كلامي مش صحيح ويصحوني، يعني مانيش قاعد نقول اللي انا جودي دي فيغيتي، بتاتر فما حاجات يتعملوا حاجات ما يتعملوش. ولكن السؤال اللي الواحد يساله الوحيد، اسكو فما اراده سياسيه باش السوق هذه تلعب دور في تمويل الاقتصاد التونسي؟ انا يعني جوابي بكل صراحه بكل امانه لا. هذا هو يعني ما الإرادة السياسية ما تنجم تراها إلا كي يعيط لك مسؤولي يعيطوا لك مسؤولين يقول لك يا سيدي أعطيني برنامج على 4 و5 سنوات. 4 و5 سنوات هاو باش نعملوا هكا وباش نعملوا هكا وإدراج الشركات وهاو الانتفاعات ممكن جبائية تكون أو غير جبائية، هاو الاستثمار الخارجي كيف يصير، هاو كيف باش نفتحوا بورصة تونس، هاو كيف باش نخلقوا أكثر تداول على رقاع الخزينة في البورصة و والأمور نحكي لك فيهم كل هذوما تحطوا في تقارير ومشيوا للمسؤولين. ومناش في وقت يعني باش نقوموا توا بالدياغنوستيك، الدياغنوستيك صار. ممكن يعني في الثقافة السائدة بورصة تساوي مضاربات وكذلك رؤوس أموال أجنبية ممكن تسيطر على الوضع الاقتصادي. كيف يمكن تغيير هذه الصورة؟ وممكن زيادة فما إخفاقات صارت في البورصة. هذا يمكن يجعل أن البعض يتردد، وأتحدث عن المؤسسات الوطنية أنها تخمم في
إدراج شركاتهم ولا مؤسستهم في البورصة. كلامك صحيح، يعني فما برشا بعض أو برشا عباد يظنوا اللي مثلا الاستثمار الخارجي مضاربة، اللي البورصة مضاربة، وهذايا من نجم نحي الفكرة هذه إلا يعني بالتأكيد على مدى انتفاع الاقتصاد الوطني كان عندك بورصة فيها نوع من الديناميكية، وكذلك تظهر الأسواق أخرى. يعني احنا ما نجمش توا باش نقوموا في تونس نوليو نصنعوا في كل شيء ولا ننظروا لكل شيء. يا اخي هاو العالم أجمع قدامك، تاريخ اللي لازم واحد زاد يقرأ التاريخ نتاع البلدان اللي قراب منا، وين البلدان هذوما وصلوا. الآن الأخطاء في أي مجال فما أخطاء، الفكرة العبد العاقل من الأخطاء يحاول يحسن أو يحاول يتيغ لي بون كونكلوزيون باش يقول ما عادش نخطئ المرة الجاية. الفرق الكبير وهذا الحقيقة في جانب إيجابي للبورصة، كي البورصة تخفق جرايد تونس كل تحكي، جرايد تونس كل تحكي والناس كل تحكي والخبراء يحكي والناس تنظر وكيفاش عملتوا. وإحنا عنا في الدرجة كلمة حلوة برشا يقولوا من بعد اللوم بعد قضاء بدعة به ميسالش. اسكو حكينا هكا في الجهاز البنكي التونسي اللي هو عاود رسم المالية متاعه مرتين في 10 سنوات أو 15 سنة بمليارات الدينارات، مش بعشرة وعشرين مليون دينار. ولو راني مانيش النقص في الخطأ اللي صار خطأ، والخطأ الناس كل متأسفين له، والخطأ يطول شرحه اليوم خاطر ممكن السوق البديل ما حقوش حضر توا، خاطر ما عندناش مستثمرين ليه، خاطر مستثمرين لازمهم يكونوا مستثمرين مختصين، مستثمرين مؤسساتيين، مش مستثمر يعني صغار المدخر اللي يدخل في السوق البديل. وي 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 عندنا اليوم على اقل تقدير اضعف الايمان اللي احنا قاعدين نجبده في اللي نعتبروه خفقنا فيه، ومثالش كي واحد ما نعترف بذنب يعني. ولكن احنا حكينا على هذا على الجهاز البنكي وصار في الجهاز البنكي، وهذا عاود عيط لميزانية الدولة وعاود يا اخي انا كي ميزانية الدولة تعاود تضخ مليارات الدينارات، شكون يضخ فيها مليارات الدينارات؟ ما هو المواطن العادي التونسي يدفع الضريبة. به هذا كل ما حكيناش فيه. ولهذا من غير ما نبداو توا نتزايدوا على بعضنا، السوق المالية عملت اشياء ونجحت في برشا اشياء وخفقت في اشياء، احنا نحاول نصلحه. ولكن السوق الماليه قناعتي ماهيش تمشي بعيد برشا من غير ما تكون فما اراده سياسيه واضحه لجعل بورصه تونس بورصه، مانيش نقول مهمه خاطر نجمش تكون مهمه، خاطر تونس بلاد صغيره ما نجمش تولي بورصه تونس اقوى بورصه في العالم العربي ولا اقوى بورصه في افريقيا ولا لا، تكون بورصه متناغمه مع حجم البلاد. اليوم غير متناغمه مع حجم البلاد، اليوم تبدا عندك 78 شركه مدرجه ورسمة مالية الكل في الكل 18 مليار دينار، 20% فقط من الناتج الداخلي الخام، يعني ما عندكش لتاي اللي حقك وصلت لها. إذن الحجم حجم البورصة لا يتناسب مع القدرات الاقتصادية. لا يتناسب تماما يعني مع القدرات الاقتصادية. هل هناك قطاعات غير ممثلة في البورصة؟ لا، قطاعات مهمة للغاية، ونشكرك على السؤال خاطر أنا نسيته. قطاعات الفلاحة الكل مش ممثلة، السياحة مش ممثلة، المناجم مش ممثلة، الاتصالات مش ممثلة، معناش شركة اتصالات لا تونسي تيليكوم لا أريد ولا يعني في حتى بورصة في العالم ما تلقى حتى بورصة متطورة شيئا ما تلقاش ميادين، والميدان تعرف سيادتك الفلاحة عشان تمثل في تونس والسياحة عشان تمثل في تونس والمناجم شي يمثلوا في تونس، وكذلك الاتصالات يعني مليارات الدينارات. ما هو السبب؟ لا أعتقد أن فما شركات خاصة حكيت إرادة سياسية. هذوما هم شركات خاصة، هم أكثرهم هذوما شركات دولية، شركات حكومية يعني تونيزي تيليكوم شركة حكومية. لا مش نحكي على تونيزي تيليكوم، يعني تحكي على القطاع الفلاحي. كذلك قطاع فلاحي أكثر وقطاع حكومي، وكذلك السياحة اليوم خاطر الوضع متاع السياحة التونسية من ممكن ما يسمحش، ولكن المناجم اليوم المناجم أكثر المناجم. لكن قبل وقوع الأحداث الإرهابية اللي أثرت في القطاع السياحي، يعني هذا الوضع مستمر منذ سنوات، لماذا يتردد القطاع السياحي؟ نقص بيداغوجيا ونقص تعريف بالبورصة ونقص وقوة زادة الجهاز البنكي التونسي، زادة لازم نعترفه اللي راه تونس بنات بالجهاز البنكي هذا، حد من نجم نحيل الجهاز البنكي. وإحنا بالسوري نقولوا لو بوا دي زابيتود، يعني واحد جيه فكرة يخمم أول شيء في البنكاج نتاعو، يظهر يوصل للوقت في 2016 اللي ممكن يخمم في حاجة أخرى. هذا هو، هذا نجم نعاونوه ونجم نفسر ونجم نمشي وندرسه، ولكن لازم زادة تصير يعني برنامج حكومي كامل
اللي في قانون ماليه او في لو مثلا تقرا حتى كي سيد رئيس الحكومه طلب من الوزراء بتاعه باش يحطوا يعني الاولويات للوزراء، ما ماشي اولويه يعني ماشي اولويه. نحكي لك راهو على مديونية تونس 45 مليار دينار، ثلثها ما في تونس بالدينار التونسي، يعني نحكي على مليارات الدينارات مش على ملايين الدينارات، على مليارات الدينارات. هذه المديونية مش قاعدة تداول، وهذه اقترحنا برشا مرات يعني كيفاش احنا نراو الحل للتداول أكثر وللسيولة أكثر، وهذه تحسن للاستثمار وتحسن لمديونية الدولة. هذه كله ما تصورش اللي يكون في يد الناس اللي ساهرين على البورصة ولا الوسطاء في البورصة، في يدهم إلى مدى يعني، وبعد تدخل في إطار برنامج أكبر وأضخم، وبرنامج حكومي يكون مش برنامج بورصة تونس أو هيئة سوق المالية. أو سؤال أخير، ما هي توقعاتك بالنسبة لسنة 2016؟ والله 2016 على أحسن تقدير مش تكون مخالفة 2015، خاطر معنا حتى اليوم مؤشر يعني نعاود نرجع على ميزانية الدولة، أو يعني يوضح اللي فما شيء جديد. نحكي على السوق المالية وعلى البورصة، ممكن يصيروا بين 3 إلى 4 إدراجات في البورصة، خاطر فما عمليات قاعدين نحضروا فيها، ممكن عملية كبيرة تصير في شهر مارس. على مديونية الدولة نتصور الدولة باش كمل نجم تتحدث عليهم ولا يعني؟ والله فما شركة واحدة، شركة نجم تتحدث عليها، هي شركة أونيميد اللي يملكها السيد رضا شرف الدين، اللي هو نائب رضا شرف الدين، اللي هو يعني صيدلي، والصيدلي هذا خلق من أحسن مصانع في تونس منذ سنوات، ودخل معه صندوق استثماري من جهة الخليج اسمه أبراج، والصندوق هذا خرج وعوضناه مستثمرين أجانب أخرين، وفي مرحلة ثانية باش يصير إن شاء الله إدراج الشركة هذه لبورصة تونس في شهر مارس أو أفريل. فما شركة أخرى يعني أصدقائي الوسطاء الأخرين قاعدين يخدموا عليها، وإن شاء الله نوصل 3-4 شركات مدرجة، ولكن 3-4 شركات مدرجة تداول، والأجانب مازالوا مسكرين 50%، يعني فما حتى شيء ينجم يبدل، تكون سنة تشبه برشا سنة 2015 إن شاء الله، ما غير مشاكل عشناها في 2015 اللي هي مشاكل الإرهاب، وكما قلت لك قبليك يعني مؤشر الأسعار 13% لجوان وبعد ينزل إلا 1 في ديسمبر، يعني هذاك الكل بضربة سوسة، واللي صار لنا في 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 إن شاء الله 2016 ما يصيرناش المشاكل هذه، نقعد أموان مركزين إلا على المشاكل الاقتصادية. نعمل لنا سنة 2016 تكون أفضل من السنة السابقة. شكرا جزيلا. شكرا يا سيدي. شكرا. Leaders.